الموضوع بتاع سيارات ذوي الهمم مرة أخرى أنا يمكن اتكلمت فيه بصورة موجزة، ولكن اسمحوا لي أحكي لحضراتكم التفاصيل، بعض التفاصيل. الحقيقة أنا طلبت إن يعني ننظر في العربيات اللي دخلت في الفترة اللي فاتت على مدار السنتين، ونشوف فعلا هل العربيات دي راحت لذوي الهمم ولا لا. لان هدفنا بالقانون اللي عملناه والامتيازات، وحتى هذه اللحظة عايزين الامتيازات اللي تروح لأبنائنا من ذوي الهمم تروح لهم هم، ولا انا غلطان؟ طيب طلبت ان احنا نعمل عينة تنزل وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، عندهم اسماء كل المفروض اللي استفادوا على مدار السنتين من هذه المنظومة، ينزلوا يشوفوا العربيات معاهم ولا لا. للأسف احنا اخدنا عينة بضع مئات بدون مبالغة، يعني مش عايز اقول ومش عايز اتجاوز، ما بين 70-80% او اكثر من السيارات مش مع ذوي الهمم. طب عايزين تعرفوا اكتر؟ هما ما يعرفوش اصلا نوع العربية اللي اتجابت باسمهم. طيب هل معناها ان انا بوقف البرنامج وهلغيه؟ لا، لكن بضع له ضوابط محددة واضحة هدفها الوحيد شيء واحد، ان هم ذوي الهمم فعلا هو اللي يستفيد. طب هو مش هيستفيد او يعني هيحصل تجاوز؟ لن اسمح به. اللي بيتعمل النهاردة انا وجهت ان يبقى فيه لجان هتنزل على كل السيارات اللي دخلت على مدار السنتين عربية عربية، وحرجع حق الدولة. العربية دي دخلت عشان أبنائنا من ذوي الهمم، طب تبين إن حد تاني خدها، هيدفع بغرامات اللي محطوطة في القانون كل المبالغ اللي كان المفروض الدولة تاخدها كحق. أنا بس بأكد على هذا الموضوع. اللي احنا بنعمله دلوقتي بنضع ضوابط محددة، كل هدفنا إن العربية فعلا تروح الاساس اللي القانون ده كله وضع ليه، واللي احنا كلنا حريصين كل الحرص ان هو ياخد هذه الميزة في ضوء طبعا ان هم من ابنائنا من ذوي الهمم. انا بس حابب ان انا اقولها لحضراتكم، لان هذا الملف ملف يعني مهم جدا. احنا حريصين على ان ابنائنا من ذوي الهمم ياخدوا حقوقهم في هذا المجال، ولكن ايضا ما يحصلش تجاوز باللي حصل في خلال الفترة الماضية.